حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة الجديدة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. فضل التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، هذه صفة حميدة للإنسان، ولا سيما نحن أيها الأحبة الكرام في رمضان، شهر الطاعات وشهر العبادات. فمن آثار العبادات والطاعات والصيام والقيام وقراءة القرآن أن تجعل الإنسان متواضعا في أرض الله، متواضعا لعباد الله، فإن رأى الإنسان من نفسه هذا الخير فقد نال الأجر العظيم، لقوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه وتعالى أن يتواضع لعباد الله الصالحين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان لا يمدح نفسه ولا يثني على نفسه ولا يعجب بنفسه وأعماله، وإنما الذي يزكيك ويرفع لك ذكرك ويضع عنك وزرك إنما هو الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى بيده ميزان العباد، فمنهم من وصل إلى أعلى الدرجات عندهم، ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما ارتقى على شجرة أو نخلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضعيف البنية، فلما انكشف ساقه ضحك الصحابة ممن حوله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في ميزان الله من جبل أحد. انظر، فإذا الذي يزكي الناس ويعرف مقدارهم ومكانتهم هو الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد، رواه مسلم. أوحى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أرسل إليه جبريل في هذا الموضوع الخاص، فقال له: تواضع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قمة في التواضع وقمة في الأخلاق، لقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، تأثروا الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتواضعوا أيضا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يفخر أحد على أحد. فيأتي إنسان يقول: أنا ذو حسب ونسب وأنت ليس لديك لا حسب ولا نسب، إذن أنت وضيع وأنا أعلى. لا، هذا الكلام غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، وهو خليل الرحمن. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومع ذلك يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، بمعنى يطغى أو يتكبر أو يتجبر على عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. شاهد من هذا الحديث: ما تواضع أحد لله إلا رفع. تريد الرفعة الحقيقية وليست الرفعة الخيالية المزيفة، هذه رفعة بيد الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام وينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبون أهل السماوات العلى كلهم دون استثناء.
ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول هو التمكين، النصر، التوفيق، السداد، ثناء الناس، محبة الناس في الأرض، كل هذا بيد الله ليست بيد البشر. لهذا من أراد هذا عليه أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع لله، تسجد لله، يرفعك الله سبحانه وتعالى أعلى الدرجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يمر على الصبيان صغار في السن ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. ولما سئل في ذلك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. إذن أنس يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع. الآن بعض الناس يمرون على الناس ولا يلقي عليهم السلام، بل البعض أيضا ربما قد تلقي أنت السلام على الآخرين والبعض لا يرد السلام. وهذا من علامات الساعة أيضا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فإذا إلقاء السلام كما قال عليه الصلاة والسلام: على من عرفت ومن لم تعرف. فتلقي السلام ولا تنتظر من الناس هل يرد عليك السلام أو لم يرد عليك السلام، هذا هو شأنه. لكن أنت تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا. وهو علامة على التواضع. كذلك سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وخليل الرحمن، مع ذلك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله زوجاته عليه الصلاة والسلام. علينا بالتواضع أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.